اسم الفنانة المغربية دنيا بطمة تصدر مواقع التواصل بشكل كبير وواسع في الساعات الأخيرة بعد ما رفضت المحكمة المغربية طالب النقد اللي قدمته المطربة المثيرة للجدل على حكم حبسها لمدة سنة على خلفية القضية الشهيرة اللي عارفها كل شي باسم حمزة مومبيبي اللي متعلقة بفتح علاقات مشبوهة بالمشاهير والحكم ولا واجب النفاذ اللي دفعها مؤخرا باش تلغي حفلة رأس العام خوفا من اعتقالها. وترفع عني هذا البلاء. انا عزيزي بالحكم عيب كرة وبناتي عياو بغى نربيهم في سلام عيب من الناس تعدوا عليا وتعدوا لي على اختي وتعدوا لي على سميتي وتعدوا لي على صوتي وتعدوا لي على كل شيء. هاد الناس الضاربين انا ما كنطلب والو نطلب عفوك سيدنا وكنطلب حقي لا اكثر ولا اقل. دنيا بطمة الغات الحفل ديال راس السنة اللي كان مقرر انها تحييه في احد الفنادق ديال مدينة طنجة خافت من انها تعرض ادارة الفندق لاي احراج في حالة صدور قرار باش تعتقل وفق ما نقلته وسائل اعلام محلية. الفنانة المغربية دنيا بطمة اتخذت هذه الخطوة من بعد ما رفضت محكمة النقد في الرباط طعن اللي قدمته دنيا بطمة وتحويل القضية لرئاسة محكمة الاستئناف في مدينة مراكش من بعد ما أيدت قرار المحكمة الابتدائية ضد بطمة بالحبس النافذ 8 شهور عام 2020. تابعها الحكم اللي صدر على المحكمة الاستئنافية اللي زادت 4 شهور نافذة الحكم حبسها باش يولي المجموع عام كامل. في هذا الفيديو هذا ظهرت دنيا بطمة وهي منهارة بالبكاء في مقطع فيديو نشرته عبر لايف عبر صفحتها على انستغرام. قالت بان الايام كفيلة باش تكشف الاشياء كاملة، هي تعرضت لمؤامرة كبيرة كما كتقول ولكن الله كيشوف كل شيء وبانها واثقة ان الله غادي ينصفها. في هذا اللايف هذا نشدت الملك محمد السادس نصره الله باش يكون عفو من عنده. غادي نخليكم مع الفيديو تشوفوه كامل حتى النهاية. لا كلمة فوق كلمة القضاء المغربي ملي كيصدر قرار صدر حكم من محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف فهنا نقطة رجوع للصدر. هاد الزوبعة هادي أخواتي اللي كتشوفوا فيها دابا وهاد الفتنة في البلاد بدات بمؤامرة محبوكة 100% وكان سطر عليها بالخطوط الحمراء والعريضة الملك محمد السادس مولاي صاحب الجلال الملك محمد السادس ملك المغرب حفظكم الله وسدد خطاكم بعد تقديمي لفروض الطاعة والولاء مشروعة بأسمى عبارات الولاء والإخلاص الرائعين والدعوات الصالحات لحضرة مولانا وسيدنا جلالة الملك محمد السادس نصرك الله وحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينك بولي عهدك المولى الحسن وجدت الله أثرك بشقيه مولاي الرشيد وسائر أفراد أسرتك الملكية الشريفة. ومتابعيني فقط للتذكير فإن قضية حمزة مومبيبي بدأت قبل سنوات. نهار جا واحد الشخص مجهول دار واحد الحساب على تطبيق سناب شات استهدف من خلاله فنانات مغربيات فضحهم وفضح بزاف ديال الأسرار ممارسات وعلاقات بعضهم مشبوهة برجال أثرياء وهو اللي دار واحد ضجة كبيرة بزاف في البلاد واتهموا دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بإدارتها الصفحة ديال حمزة مومبيبي وهذا الشيء اللي ادى لسجن ابتسام خت دنيا بطمة مدة عام كامل. متابعين تابعوا جديد هذه القضية على قناة هاني أم يحيى. إلى اللقاء. وتعدوا لي على اختي وتعدوا لي على سميتي وتعدوا لي على صوتي وتعدوا لي على كل شيء. هاد الناس الضاربين انا ما كنطلب والو
نطلب عفوك سيدنا، وكنطلب حقي لا اكثر ولا اقل.